التخطيط لإدارة الكوارث. ما هي التخطيط أو الكوارث؟ مبادئ التخطيط للكوارث، أهداف التخطيط للكوارث، قضايا أساسية في التخطيط للكوارث، نقاط الضعف الأساسية في التخطيط للكوارث ووضع الخطط، موقف عمليات التخطيط للكوارث في الحماية المدنية. التخطيط للكوارث لا يهدف التخطيط المسبق للكارثة إلى منع حدوثها، فالهدف الأساسي لها هو زيادة فعالية عملية المواجهة وتقليل الآثار السلبية للكوارث على المجتمع. لا يقتصر التخطيط بهذا المفهوم على وضع خطط مكتوبة، وإن كانت هذه الخطط تمثل جزءا من عملية التخطيط. بالنظر إلى التخطيط للكوارث كنظام، نجد أنه يتكون من عناصر التالية: مدخلات عمليات مخرجات بيئة. المدخلات تتمثل في التهديدات المتوقعة والموارد المتوفرة والاحتياجات المتوقعة لمواجهة الكارثة. العمليات تتمثل في وضع الأولويات والاستراتيجيات. المخرجات من الخطة الموضوعة لمواجهة الكوارث المتوقعة. البيئة تتمثل في نظام المجتمع الذي يجب أن تتفق معه الخطة أو أن تلقى القبول من وحدات وتتماشى مع سلوكيات الأفراد وتتفق مع الثقافة والتقاليد. ماهية التخطيط للكوارث؟ يساعد التخطيط المسبق للكارثة في تقليل المشكلات المتعلقة بإدارتها، إلا أنه لا يمكنه القضاء عليها، كما أنه عادة ما توجد فجوة بين ما تم التخطيط له وبين ما يحدث فعلا. تعريف التخطيط للكوارث: هو عملية استقراء مستمرة للأحداث المحتملة والتي يمكن أن تؤدي إلى وقوع تهديدات وكوارث في المستقبل، وكذلك المشكلات التي يمكن أن تترتب على ذلك، وتحديد كيفية التغلب عليها من خلال التدريب وتوفير الموارد المادية والبشرية والتنظيمية اللازمة لذلك. ثانيا، مبادئ التخطيط للكوارث: 1. التكيف الخطة الموضوعة مع أنماط سلوك الأفراد في المجتمع وليس العكس. تخطيط عملية مستمرة لا تنتهي بوضع الخطة. الاعتماد على توقعات دقيقة لسلوك الأفراد في الكوارث. الاعتماد على وضع سيناريوهات لما يمكن أن يحدث. التكامل بين أنشطة التخطيط للكوارث وأنشطة التخطيط في المجتمع بصفة عامة. مراعاة الاختلاف بين التخطيط للكوارث وإدارة الكوارث، حيث يشير التخطيط إلى الاستراتيجية الكلية التي يتم مواجهتها الكوارث من خلالها، بينما تشير الإدارة إلى التكتيكات التي يجب اتخاذها في موقف معين. الاعتماد على اللامركزية: الاعتماد على المبادئ العامة دون الدخول في التفاصيل. الاعتماد على معلومات دقيقة. التغلب على مقاومة الأفراد لتنفيذ الخطط بتوضيح مزايا تطبيقها. أن يوضع في الحسبان المشكلات المتوقعة والحلول المناسبة لها والأطراف المشاركة في عملية المواجهة ودور كل منها. أهداف التخطيط للكوارث: إقناع الأطراف المشاركة في عملية المواجهة بأهمية تبادل المعلومات. التدريب على مواجهة الكوارث وتطوير أساليب التدريب. توفير الموارد اللازمة للمواجهة والحفاظ عليها. تحقيق الاتصال الفعال بين جميع الأطراف المشاركة في عملية المواجهة. تبادل الآراء حول الأخطار المتوقعة في المستقبل. 6. وضع الخطط على مستوى المنظمات المعينة المعنية ومحاولة الربط بينهما على مستوى القومي. توجد قضايا أساسية في التخطيط للكوارث: العلاقة بين شدة الكارثة والتخطيط لها. بالنظر إلى العلاقة بين حدة الكارثة وتخطيط المنظمة أو المجتمع لها، يمكن استنتاج ما يلي: المنظمة أو المجتمع مخطط والكارثة غير حادة، يمكن مواجهة الكارثة بأقل قدر من الخسائر. المنظمة والمجتمع مخطط والكارثة حادة، يمكن الوصول إلى أقل قدر من الخسائر. المنظمة أو المجتمع غير مخطط والكارثة غير حادة، سوف تتحول الكوارث إلى حادة في المستقبل. المنظمة أو المجتمع غير مخطط والكارثة حادة، سوف تقع أكبر قدر من الخسائر. بعض الإشكاليات في التخطيط للكوارث: الأولويات. تعجز المنظمات المسؤولة في أوقات حدوث الكوارث عن تلبية طلبات الخدمة للجميع في نفس الوقت وبذات المستوى، بالتالي لابد من وضع أولويات للتعامل مع طلبات الجماهير. ب.
تداخل المسؤوليات. يعمل التخطيط على تحقيق التنسيق بين المنظمات المختلفة المشتركة في مواجهة الكارثة، منع الازدواجية، المهام وتضارب المسؤوليات. جيم تقسيم المسؤوليات إلى مهام، وذلك حتى يتمكن كل مسؤول من إنجاز ما هو مطلوب منه. علاقات بين المنظمات. عند التخطيط يجب مراعاة أن هناك منظمات تحصل على خدمات وأخرى تقدمها، ومنها من يقوم بدور مزدوج فيحصل على خدمات ويقدم غيرها. مستويات التخطيط. يمكن أن يتم التخطيط على المستوى المنظمة أو الإقليم أو المجتمع ككل، لكن لابد من التنسيق بين المستويات المختلفة للتخطيط. نقاط الضعف الأساسية في التخطيط للكوارث ووضع الخطط. نقاط الضعف الأساسية في التخطيط للكوارث: تجزئة عمليات التخطيط وعدم اكتمالها على المستوى القومي. ب التخطيط لحدث معين وليس لمجموعة أحداث. ج قصر نظر التخطيط والتركيز على مرحلة معينة من مراحل الكارثة. إخفال التنسيق بين العديد من الجهات عند التخطيط. وضع تخطيط جزئي غير شامل. عدم التفرقة بين التخطيط للكوارث وإدارة الكوارث. عدم الاستفادة من الدروس السابقة في التخطيط. التخطيط للكوارث الأكثر احتمالا فقط. نقاط الضعف الأساسية في عملية وضع الخطط: عدم تحديد المنظمة المسؤولة عن تقييم حالة الكارثة. تجاهل عملية جمع وتوزيع المعلومات بين الجهات المعنية. تخصيص بعض المهام بصورة خاطئة لبعض المنظمات. عدم توقع اشتراك بعض الجهات الجديدة في المواجهة. وضع تسلسل قيادي مسبق لا يتكيف مع ظروف الكارثة. تحديد المهام والأنشطة بصورة متفرقة. تخصيص بعض المسؤوليات لمنظمات قد لا تكون موجودة وقت الكارثة. عدم التدريب على الخطط الموضوع. عمليات التخطيط للكوارث في الحماية المدنية. 1- خصائص عمليات التخطيط للكوارث في الحماية المدنية: عدم التنبؤ بالأخطار المحتملة كل فترة زمنية. عدم وجود مخطط للعلاقات بين المنظمات المعنية بكوارث الحريق. سوء توزيع مواقع مراكز الإطفاء. عدم كفاية طرق تقييم كوارث الحريق. عدم تكرار محاكاة الحرائق التي وقعت من قبل. عدم تكرار اختبار خطط الكوارث كل فترة زمنية. تركيز التخطيط على الأخطار وليس الأفراد. أهداف التخطيط للكوارث: إقناع الأطراف المشاركة في عملية المواجهة بأهمية تبادل المعلومات. التدريب على مواجهة الكوارث وتطوير أساليب التدريب. توفير الموارد اللازمة للمواجهة والحفاظ عليها. تحقيق الاتصال الفعال بين جميع الأطراف المشاركة في عملية المواجهة. تبادل الآراء حول الأخطار المتوقعة في المستقبل. 6- وضع الخطط على مستوى المنظمة. لا تتأخر عملية الاستجابة لحوادث الحريق لصعوبة الوصول خلال الفترة الزمنية المعيارية 5 دقائق داخل المنظمة من أي نقطة إطفاء. عدم وجود نقطة إطفاء كل 30 كيلومتر على الطرق الطويلة. التنقلات العشوائية بين الضباط من وإلى الحماية المدنية مما يخل بالقدر اللازم من الخبرة التي يجب أن يكتسبها الضابط والتي تحتاج لفترة تصل إلى 5 سنوات. تركز أجازات الضباط في ذروة فترة الصيف وهي الفترة التي ترتفع فيها معدلات الحرائق عن بقية العام. عدم تطبيق نظام التطوع في الحماية المدنية لانخفاض الأجر. بالنسبة للتدريب في مجال الحماية المدنية: عدم استمرارية التدريب للأفراد المجندين بحيث توجد فجوة 6 شهور بين كل دفعة والتي تليها. عدم وضع الأفراد تحت ضغط نفسي وعصبي مشابه لظروف الكارثة أو توقع حدوث أسوأ السيناريوهات للكارثة. عدم كفاية البرامج التدريبية للموارد البشرية في الحماية المدنية.